Thank you.
الأندلس الساوي وقائد رئيس السفارة المدينة العظمى الإسكندرية وشريك خدمة الرسولية بين الأسقف المكرم لما بنتاوس وسائر سقفتنا الأرثوذكسيين. وكل امتلاء كنيسة الواحد الرحيم المقدسة الجامعة الرسولية أنا معي ومعلينا بالسلامة والعافية في كل موضع وصلوات التي يصنعون عنا وصلوات نحن أيضا عنهم اقبل إليك عن مذبحك المقدس الله في السماء راحة بخور فسير أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون يسحقهم ويذلهم تحت أرجلهم سريعا اللهم احفظهم بسلامة معك في كنيستك المقدسة يا ونميمتهم التي يصنعونها فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخيك Thank you.
الكانوت بليل السيدة العذراء السريان بليل السيدة العذراء السريان رغم عدم استحقاقي أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة وأمام ملائكته وقديسيه وأمام أبي قداسة الباب البطريرك وأمام أبي رئيس الدير وأمام آبائي الكهنة والرهبان ومجمع الدير بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها وأتعهد أن أضع صالح الكنيسة والدير فوق كل اعتبار وأن أبتعد عن محبة المال وعن محبة النصيب الأكبر ولا أتعالى على إخوتي ولا أقصر في خدمة أحدا منهم وأتعهد ألا أمارس أي عمل كهنوتي داخل الدير أو خارجه بدون تصريح أبي رئيس الدير كما أتعهد بألا أسعى نحو الوظائف الكنسية ويكون ارتباطي بها للضرورة بموافقة الرئاسة الكنسية مزدرا طاعة كاملة نحو عودتي للدير في أي وقت حسب أمره وأكون مطيعا لأوامر رؤسائي وتكليفاتهم غير متجاوز حدودها وتوقيتها وأن ألتزم أثناء خدمتي بالمبادئ الرهبانية غير متهاون في إتمام قوانين الرهبانية التي هي حصن وسلاح لي ضد محاربات الشياطين وأن أسلك بالسلوك الرهباني السليم في أي مكان حللت فيه وأن أنتظم في قضاء فترات خلوة روحية بالدير كما أتعهد بأن ألتزم بقرار المجمع المقدس الخاص بعدم قبول اعترافات النساء داخل الدير أو خارجه كذلك أتعهد بالخضوع الكامل لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة الباب البطريرك الرئيس الأعلى للرهبنة القبطية وأبي رئيس الدير مع توقير واحترامي للآباء المطارنة والأساقفة وأكون تحت الحكم الذي يفرض علي عند مخالفة أي أمر وأطلب من الله أن يهبني نعمة وقوة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المهمة المسؤولية الخطيرة وأؤدي بأمانة كافة ما يتطلبه مني عمل الكهنوت الجليس صلوا عني يا أباء وأخواتي القديسين أيها السيد ربنا الذي قدس القدس إلى رسول هذه الكلمة الذي ينفع من بشر الشكر من كل أسماء وكثرة أفكارك أن أبدأ من جلالك سيد الروح من سحر القبائل المطمئن
يستحقون اسمك القدس ويتعبدون ويتوحدون عن روحك المقدس ويجدون رحمتنا ومن رحمتك فيهم من لك يا الله ينبغي لك المجد ولا يملك الله السلام كل الله بالنور امين. Oh, yeah.
أعانك الله إلى ما دعاك إليه ووفقك إلى ما فوق أبراري لديه. إن سيدنا يسوع المسيح له المجد قد اختارك لخدمته وطيرك مع عدد كهنته بما رفعك به من خدمة الشماسية الانفتقصيصية وأتمنك على أسراره المحياة. فصوي لما يطلع عليك من هذه الوظائف الزائد من عمل بها بالأفران الزجور والخطأ، وأعرف قدر هذه النعمة التي انتهى والموهبة التامة التي أعطيتها. من الآن أنك قدرت بها مستحقا لمخاطبة الرب شفيعا في مقابلته ومحل غفرانه على الشعب، فاعمل لا للطعام الثاني بل للطعام الباقي الذي للأبد. لا تتوانى عن اقتناء الفضائل الروحانية ما دام الروح في الجسد. تنمو الأعمال المبدية فيشرق مصباح ذات الأنوار المبدية، تكون مثالا صالحا للنفور وسيلة في عمليه الأمور العملية والسريرة وأرض محبة المال التي هي أصل كل الأعمال الشريرة وأحضر من الشبع والسكر، لأنه من ضمان العقل الميت وظلم غيره، وتجنب الحسد والشفاق والمقاومة والتساوى والظلم والإله وبعد الأنانية والوجيه. والافتخار الذي والمحاباة والرياء، واحذر أن تكون ذا لسانين ولا وجهين، وأن تشهد شهادة فيها ريب، فإنه مكتوب يجب أن يكون القسيس لا يوجد فيه عيب. وإياك أن تسرع يدك إلى الضرب، بل حب الله وجميع الخلق من كل النفس والقلب، واشتغل بفضائل التقوى والرحمة والاحتمال والصبر والوداع، ولا تحد عن الإيمان الصحيح بربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي هو أساس الدين، وبه يتم الخلاص لسائر المسيحيين. والصديق المتابعة مواظبا على القراءة والتعليم بمعاني الكتب البيعة والتدريب بالعلوم الدينية والقوانين الشرعية، وعامل شعب الله بالرأفة
والحزق وسيئثهم باللين الذي للمسيح، والسهولة والرفق، وصل في مناهج هذه الأداب لتصل بها إلى مساكن الأبرار فائذا من أليم العذاب. وأوصيك الوصية الكبرى الضرورية، وأوصيك الوصية الكبرى الضرورية التي هي أصل قيام الشريعة المسيحية، وهي أن تحب الجميع محبة قلبية بإخلاص الضمير وشهادة النية. والواجب عليك أكثر من كل الوصايا البلعية وأفضل من كل سواه من الأوامر الرسولية، وهو الاحتراس عند توزيع سرائر الرب المحية، ويكون ذلك منك بجد ونشاط واجتهاد، وتحقق أن الشروبيم وقوف بالمخافة والارتعاب. وكن عارفا بمقدار من هو ذبيح بين يديك، وانه المسيح عمانوئيل الذي بذل ذاته عنك. وعليك واعلم انك تقسم اعضاءه الناسوتيه لا محاله، وتحمل على يديك الذي حمله سمعان الكاهن بالكرامه والجلاله، وان هذا الكاس هي دمه المسفوك عن الخطايا الذي به أنقذ من الجحيم جميع السبايا، النابع لنا من الكرمة الحقيقية الذي هو جنبه الإله الزكي من بعد أن سلم الروح على الصليب. فيا لهذا السر الخفي، هذا هو الجسد المقدس والدم الكريم الذي صار بهما خلاص الخليقة. هذا حمل الله الذي رفع خطايا العالم وجزاكم بنوره الحق بالحقيقه. فكن منهما لنفسك ايها الابن غايه الانتباه، واحرس هذه الذخيره كحراسه الشاروبين لشجره الحياه، واحترز على هذه السرائر احترازا يخلصك من الجرائر، ولا تناوله الا للحسن السيره والسريره الصالح السمعه الطاهر في سريرته، ورد من كانت طريقته شريرة لئلا يقتل نفسه، وتكون أنت السبب في الجريرة، والحذر من الإهمال لئلا تحصل المضرة، لأن العالم كله لا يساوي منه مصدر. وليكن توزيعا بترتيب ونظام وسكون وحرص واحترس واحتراس والتدقيق الأمر بالعين وعرض الدوائر المقدسة على من يكون حائط النظر مرة واثنين وثلاث، فإن المعيان فكت من الخبر، لتكون خدمتك مقبولة وصلاتك مقررة وصلاتك نافعة ونعمة الرب عليك سابقة، والرب الإله رأس الرئاسات وأساس السيادات وواهب الكرامات. مرتب درجات الكهنوت على الأرض كما هي عالية في السماوات، يعينك ويعضدك ويساعدك ويساعدك ويعينك بقوتك على القيام بكرامة الملك جميع أيام حياتك، ويبارك ويبارك ويسلمك عليك يا شمس السميع الحميد، ويسمعك الصوت المنتهي والمعلم تدخل طرف سيدك.